واش الخوت، كنتمنى تكونوا بخير، نهاركم ديز مزيان. اليوم البارتي 2 ديال تجربتي مع موتور، فقره سولت صاحبي. بما انه البارتي الاولى نجحت لينا، اضطرينا اننا نديروا البارتي 2، وحتى الدراري اللي كومونطاو ليا واللي دووا معايا في انستغرام قالوا لي عاود هاد البارتي راه مزيانه وغادا طالعه من ناحيه ليفي. اضطريت انني بزمني نديرها، وماشي بزمني باغي نديرها لكم باش تستافدوا الدراري. فاير الدراري كيف ما كتشوفوا البي سي هاد اللايت، حاولت نبدا غير واحد شويه الدراري، داكشي على قد الحال. ما علينا في البارتي تو الدراري، قلت ما غاديش ندوي فوكال مع الدراري وتسمعوا نتوما، غادي نعيط للدري اللي مدوز الموتور باغابيل في الواتساب، وغادي ندوي انا وياه وغنطرح عليه بعض الاسئله وهو غيجاوبني، ومن ناحيه لا ريبونس ديالو غادي تستافدوا معايا الدراري باغابيل. خليكم معايا، الدري راه كيتسناني باش نعيط ليه باش يشرح لينا الموضوع اللي هو سبيريت. هو كيصوني الدراري. وفين صديقي؟ بخير هاني. وداك مزيان؟ الله يحفظك. مرحبا. نبداو الدراري الموضوع ديريكت. مرحبا، انا مولاك. يلا سير على الله، اشرح لينا خويا اي حاجه على السبيريت، انا راه ما فاهم على والو. اشرح لينا اي حاجه قدام الدراري دابا، راه كيتفرجوا، راه كيتفرجوا فيا دابا نيت. مرحبا. بالنسبه للسبيريت اخويا، راه كما كتعرف انت، راه كان هو اول موطور غادي ندوز، يا ما اللي سيو يا ما عاقل الساط، عاقل. ما كانش ديك الساعه الفيتاس في البيريود اللي خديتي فيها انت سبيريت؟ ما كانش قليل اللي شعار، انا ما كانش شي دور هنا في كازا، قليل اللي عنده. كان ديك الساعه في مراكش، كانت في مراكش بزاف يعني. وليبيرو وسكوترات ستاند سبيريت. سبيريت كانت في مراكش كدور بزاف؟ لا سبيريت كانت كدور، وقيلا الساعه كان على الاقبال كثير حكم الثمن ديالها كان في يعني في المتناول بالمقارنه مع المطار. نذكروا الثمن بما انه جبدوا، الثمن ديالها شحال كيدير؟ شي حاجه ناضيه. الثمن ديالها خويا، وهي بالنسبه للثمن كنقاسم لجوج، حيت سبيريت فيها جوج انواع. كاينه السبيريت لاسيان اللي كتبدا من 98 حتى 2004، وكاينه البيويز اللي بدات من 2004 حتى 2014 فاش توقف التصنيع ديالها. فهمتي؟ ياه. تمام. نايس نايس الصوت. كمل. شي حاجه نقيه، تاخذ شي حاجه نقيه لاسيان سبيريت، تاخذها بديك 4000 درهم، 3500، تجيب لك شي حاجه نقيه وزوينه حاليا في 2022. يعني موتور ديال دراوش، عندك 4000 درهم 5000 درهم غتاخذه. فوالا 4000 درهم غتاخذ شي حاجه مويطر يعز لك رجيلاتك ناضي. فهمت. بالنسبه للناس اللي بعدك، بالنسبه لبيويز، بيويز متغير في الشكل ديالو على سبيريت. سبيريت فيها كارناج عادي، بوتونس عادي، بلاستيك، فهمتي؟ اما البيويز فيها البوتونس بحال الستاند نيكد يعني العريان. فهمتك، عرفتك. بوتونس فيها كوتور ديجيتال، مختلفه شويه الاستيتيك ديالها، مختلف يعني جات المظهر الخارجي ديالها زوينه شي شويه على سبيريت لاسيان. موتور ديال التقصاره اسامه. ها؟ ديال التقصاره هو الا بغيتي تكابري به. ديال التقصاره هو خفيف. خفيف خفيف. والفيتاس فيه كيدايره؟ الفيتاس فيه هو راه يشد لك 80 85 ديالو على حساب لومبرياجات عاوتاني. الوزن ديالو خفيف على حساب لومبرياجات عاوتاني. واش ناضيين ولا عندك؟ الا خديتي شوف، الا خديتي موطور يكون نقي، السيلان ديالو دوريجين ماشي مبدل، ما يكونش مليزي، يكون بيستون دوريجين ديال الياماها. ودابا بحكم انه السبيريت قديم الصاد، بحكم انه سبيريت موطور قديم، قليل فيه غتلقى النقا، قليل غتلقى المعاود، غتلقى النقا ولكن معاود قليل. فوالا لا لا، هو دابا كلهم حاليا حنا دابا ما وقفوا على التصنيع ديالهم. بالنسبه لجميع انواع ديال السكودرات، ما تلقاش موتور دوريجين من لا ميزون، تلقى معاود، ولكن خاص البياس يكون دوريجين. بياس دوريجين راه باقي تيخرج، بصح يقول لك مشي واحد بياس راه ما كاينش. بياس قبل بغا تاخذ بياس دوريجين غير هي غاليه زيد في الثمن، تاخذ بادم ولا تيهرب من الكروه شويه. سكودرات فهمتك. ومن ناحيه ماشي مثلا تاخذ لومبرياج دوريجين، ماشي غادي تاخذ. فهمتك. من ناحيه مثلا ام حسن، في بلاصه وحده ولا دو بلاص؟ لا هي سبيريت بلاصه وحده، مصاوبينها بلاصه وحده، ماشي تركب تبغي زعما تاخذها باش انك تركب دو بلاص. تركب، تقدر تركب دو بلاص الا كان جاي الحجم ديالك صغير، ولا غير ركب الله حتى هو يكون الحجم ديالو صغير. اما مثلا كنتي عامر تبارك الله وازن، راه بلاصه وحده الله غتجي قدك انت بعدا. الله يعني الكارناج ديالها، يعني موتور ديال المسمومين اخويا. مشموع غير شويه و ديال واحد، ديال شي واحد مسلم. شوف بالنسبه
بالنسبه للدراري اللي بقى عندي شنو السبيريت هذا كنصحهم، خصوصا الا كان اول موتور غادي تدوز السبيريت احسن اختيار ممكن تاخذ. علاش غنقول لك علاش؟ موتور اولا يعني مجموع محكوم، يعني انت اول مره غادي تركب على الموتور كيكون باقي عندك ديك الدهشه وديك الخلع، الا خديتي شي موتور كبير يقدر يقلبك او يطيح او يدير بيه شي كسيده قيصر. هذا موتور صغير مجموع دغيا غتحكم فيه اولا. ثانيا الزحام روبوتياج نساه، غدوز دخلي زبده فهمتي، ما كاينش داكشي ديال نوقف نحط رجليه رجليك ما يلقيتوش الارض فهمتي. ثالث حاجه اش تخيط في الطوموبيلات ديالو موجود عاد من نمشي فهمتي، البي ديالو موجود 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 في ما مشيتي مشيت مثلا بالنسبه للنازل الطازه مشيت للقريعه غتلقى البي زيرو كامل، السينيالات اللومبرياجات الفار الكاريناج اي حاجه خاصها تلقاها، يعني ما غاديش تقدر تما تحمق راسك فهمت. يعني شي مطر لا قبل ما تشري سول بي زيرو واش موجود ولا لا، حيت لخصاتك شي بلاصه ما تلقاهاش فهمتي. بالنسبه للسبيريت بي زيرو موجود والثمن ديالو راه هو كيطراو يعني متوسط ما غالي ما رخيص. بالنسبه للسبيريت راه الماكينه ديالها بحال بحال ديال ستانت وبحال بحال ديال الروكيت، الروكيت تا هو معروف زيد يا مع الروكيت كيما كيقولوا لها الناس الروكيتا زيد فهمتي. هاد النوع ديال الماطر ملي تسمع ستان سبيريت يعني مالا ما كايناش. علاش؟ حيت السيلان ديالها واقف كتسمى ماكينه واقفه. مالا ما كايناش في سبيريت وفي ستان سي في تي. يوتيوب كتب سيستم سيستم سي في تي راه طلع لك سيستم. هاد البلان هذا ما كيعجبنيش ديال الموطور ما تكونش فيه مالا ماشي بحال الجوك او النابر. هاد البلان هو اللي ما كيعجبنيش. ما كاينش غتعاني شويه تبقى تهزي ضروري شوف اه تبغي تهز البوجي ديالك سوكور تبغي تهز مثلا سيروت العشرة سيروت ديال البوجي ما عندكش فين ديرهم، كضطر انك تاخذ شي مثلا شي سويق ولا شي لعيبه دير تلصقوا تما كاين كيتلصقوا كيتلصقوا في المالا ما تركبش على موتور ما هاز معك حتى بياس. بصح بالنسبه للكونسوماسيون الدراري فموتور الا كان ستوندار وماكينة مريقلة ما ملعوبش فيها يعني راه واحد النوع ديال الماطر هذا خصك تاخذ شي حاجة تكون نقية ولا غيسطي غيحمقك مع السكاسية. الكونسوماسيون ديالو كتراوح تقريبا ما بين 3 حتى 3.5 فهمت؟ يعني 3% حتى 3.5 يعني كل 3 إيطرو تقريبا يضرب لك 100 كيلومتر أو 3 إيطرو ونص. البلان ديالو تقريبا ديك 60 درهم 70 واش نهضر لكم بالبلان ديالو؟ البلان ديالو تيهز بالضبط 4 إيطرو ونص، يعني دابا حنا راه المازور ديالنا غلا ولا إيطرو 15 ليسانس غلا ولا إيطرو 16 درهم ولا مات 15 نضربش في 4 ونص راه فايتها 50 درهم فهمتك ديك 70 بحال هكاك ياك واصله بالليتراج كيهز 4 اطر فهمت زاد تقريبا 70 درهم قال لي البلان ديالو. واحد القضيه مهمه اللي هي الفيسترينا ديال الموتور، اللي باغي يشري الموتور يتحقق من ان الفيسترينا راه كاينه. الفيسترينا بلاصه ديالها كتكون تحت من السر اللي هو الكوسان. كتكون تحت من الكوسان دري كتكون بيسين بعض المرات كتكون محيه كتكون صافي راه كاينه. شوف الارقام ديال الفيسترينا واش هما واش هما هادوك فوالا. واحد النهار كنت باغي نقلب سانت ولقيتهم محيين تكون مكتوبه في ان بيتا. دوري جات تكون مكتوبه في ان بيتا شحال هادي قبل ما ايرو كنت مشينا نقلب دا واحد السانت كتلقى محيين لقيتهم محيين في حالة ما لقيتش النوامر كاع محيين قارنهم هو راه كاملين هما فيهم فيسترينا كتلقى فهمت. هو هاد المشكل تيعاني منو بالضبط بالضبط ستانت او سميتو ستانت سبيريت نيترولا فهمتك. هاد ستانت سبيريت كيعانيو بزاف من هاد المشكل حيت الفيستريما اللي غتقع في السرج في البلاستيك اللي هو الكاريناج وهاد المطر هادو مع الناس كيحضوهم بزاف باش يقصرو بيهم حيت خفاف فوالا كيكابريو بيهم الكاريناج كيتهرس كيدكدك اش كيدير بوليس طاير كيبدل الكاريناج كامل تمشي للفيستريما تتجلى فهمت. اش كيديرو كيدير في الفيستريما اخرى والله وتقارنو الدراري اللي كيكابريو بالموتور كيشخشخو الموتور الكاريناج ديالو ياك كيدكدك وبعد مرات كتلقاه كيتقسم ليه كيطير ليه شي طريف كيولي مضطر يدير ليه البوليستير باش يعرفوا الدراري الموتور واش فيه البوليستير ولا لا بديك الدقة. واخا انا نقول لك الطريقة كيفاش غدير بلا ما يحل الكاريناج بلا ما تحل لا كاينين شي بلايص ضروري خصك تحل شي بلايص تتعرفهم بلا ما تحل فهمتيني.
غتشوفهم غيبانوا لك، غيبانوا لك بحال شي شبكه ديال العنكبوت لاصقه الله، هذيك ما خداماش لك هذاك، واخا مولاه يقول لك بقى يخبرها لك لا حكا راه مزيان مزيان لا ما تاخذوش هذاك. علاش؟ قالت لك تي غادي اب شي حفره بسيطه او لا هذه غيتهرس راجع كامل كيما كان، حيت داك الشيء ماشي صحيح. فهمت ديك اللعبه ديال صوب وبيع، فهمتي؟ فهمت. المهم خويا اسامه صرحنا لهم اي حاجه على السبيريت ياك، صح لا كونسوماسيون الماكينه لا فيتيس لا كونفور ديال الموتور كي دايره اي حاجه تقريبا صرحناها. اييه صراحه المميزات ديالها وعيوب ديالها. فوالا دونك الدراري وصلنا لنهايه الفيديو، الدراري نتلاقاو في فيديوهات جداد. هذا هو الدري اللي كان شرح لنا في البارشي الاولى الموتور زوك. وعن الكلمه الاخيره اخي، مرحبا. بالنسبه لنا دابا غاتسين سكوتر وما كنتيش تعرف ياك، حاول انك ديماك شي واحد يفهم. فوالا انت كتفهم في الميكانيك، انت كتفهم في الميكانيك في الماطر سكوتر. اييه دونك الدراري غنخليكم النمره ديالو من كازا، بالنسبه للناس ديال كازا واللي باغي يشري شي موطور وما عارفش yeah. مرحبا به في اي وقت. فوالا نايس الصاط، نايس نايس بلان، والله حتى بلان. ها هو الدراري، الدري تهلا فيكم، قال لكم اللي بغى يقلب شي موطور غنخلي لكم النمره ديالو. الدراري عاد الدري عشيري، راه ما كاين لا كولابوراسيون ولا شي تخربيقه. غنخلي فوالا نخلي لكم النمره ديالو الدراري، كونتاكتيو في الواتساب في ابل، راه وشوفوا الوقت غيكون فيه هو ديسبونيبل حيت هو راه تابينو شي شغالات. الا لقيتوه مسالي راه هي هذيك يمشي معكم، تقلبوا سوا في الفيتاس في مطر صغار او لا في لي سكوتر، راه كيقلب مزيان الدراري. ما علي نقلب لكم موطور، نخلي لكم النمره. ما تاخذش ما تاخذش فوالا، فهمتي؟ حيت النوع ديال الماطر الاخوان الناس اللي ما تتعرفش غتمشي تاخذهم كاع الله، تقدر طيح شي حطبه اللي غتصبيك غتحمقك. فوالا غتسيزي لك 100%، راك تعرف السبي ان بي زيرو راه غالي شوي. راه غالي اخويا اسامه. المهم الدراري وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في فيديوهات جداد. كنتمنى نكون خفيف لكم ومطولتش لكم بزاف. خليو لي في لي كومونتير كي جاكم هاد البارتي 2 من هاد الكونسيبت جديد، كيف ما كتشوفوا حاط البيسي وداير اللايت هنا قدامي وفي التلفازه الفاير. قولوا لي كي جاكم هاد في لي كومونتير. نتلاقاو في فيديوهات جداد، كنتمنى نكون خفيف لكم ومطولتش لكم بزاف.